السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم يا حلوين، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير والصحة وعافية رب. في اليوم صورتوا للمهمة الرابعة لموسم الهاوية، المهمة كثير تجنن وتخوف للبعض. من التغيرات اللي راح تحصل في هذه المهمة، راح ينفتح جزء من البرج وأيضا حتظهر تنانين الظلام، لذلك المهمة حتكون تخوف ولازم تنتبهوا. فقبل ما نسوي هذه المهمة ودعوا نجومكم. باي باي. مهمتنا هي العثور على المزيد من الموارد، راح نروح للزعيمة. فلو تلاحظوا ان القبطان راح يوجهنا الى اعلى البرج، فانا حتى سهل عليكم اول شيء دخلت داخل البحر. لو تلاحظوا لما بنزمر راح تظهر اللي هو النقطة الزرقاء، هذا علامة المورد، تمام؟ وللعلم فيه 4 موارد لازم نجمعها. فنبدأ نغوص للأسفل ونبدأ نزمر حتى نعرف مكان النقطة المورد، وهذه هي المورد الأول. بعد ما ناخذ المورد الأول راح ينفتح البوابة ونبدأ ندخل للداخل. زي ما تشوفوا هنا ملك تنين الظلام ومعه تنين الظلام الصغير بيلف حول المنطقة، فلازم نتأكد دائما من شحن الأكسجين. ونبدأ نزمر حتى نعرف منطقة المورد الثاني. بعد أخذنا للمورد الثاني راح تنفتح البوابة الضخمة وتبدأ تنانين الظلام والتنين العملاق يخرجون من المنطقة. هنا معناته أن التنانين بدأت تظهر في منطقة الموسم، لذلك لازم تنتبهون. حلو كذا، إحنا حررنا التنانين وذا الشي بيضرنا. ونبدأ نزمر، راح نلاحظ ان العلامة الثالثة المورد الثالث في الاعلى. زي ما تشوفوا البرج باكمله في تنانين ظلام، لذلك لازم تنتبهون. اوبس، لازم تنتبهون، فدائما اعملوا الجلتش حتى يحميكم. وهنا المورد الثالث، بعد أخذنا المورد الثالث راح تنفتح دي المنطقة.
بجانب المورد الثالث راح نحصل المورد الرابع قريب منه. لما بناخذ المورد الرابع الأخير راح تنفتح البوابة. كذا تمت المهمة. بعد إتمامنا المهمة راح نتوجه إلى دليل الموسم اللي هو الزعيمة. راح نلاحظ في الإعلان إن الأرواح عادت لكن ما معها موارد، ما قدرت تجيب الموارد بسبب تنين الظلام، شكلها خايفة منها. جبنا أكبر مورد وفي واحد زعل انزعل وبدأ يحزن. بعد إتمامنا هذه المهمة راح يتم تمييز الموقع الرابع بعلامة X كذلك. وهديتك في إتمامك لهذه المهمة هو قلب واحد وأيضا فتح جزء من البرج وظهور تنين الظلام في داخل البرج وكذلك خارجه، لذلك انت أفهم. كذلك راح نلاحظ ان ملك التنين الظلام تحرر وخرج من داخل هذه المنطقة، لذلك خلوا في بالكم بعد ما تسوون ذي المهمة راح يختفي اللي هو ملك التنين الظلام. راح نشوفه في المهمة الجاية اللي هو المهمة الخامسة. كذا تمت هذه المهمة وانتهينا. يا ريت تطمنوني اذا انت ضيعت نجوم او لا. أشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي.